19 عاما والبطل في القلب ثابت. ثابت البطل يا جماعه، النموذج الحقيقي والماده الخام للجدعنه والرجوله في الملاعب وللاخلاص الجاد الحقيقي للنادي الاهلي. عشان الوقت بيداهمنا هنفكركم بكلام الكابتن محمود الخطيب وهو يتحدث عن أيقونة الإخلاص في الأهلي ثابت البطل. كابتن ثابت البطل، راجل الله يرحمه، من الحاجات اللي لما تمر كده في حياتك حاجات قليلة، راجل وجدع وما عمره ما طلب حاجة من النادي الأهلي وعمره ما طلب أي مقابل. هو طبعا ليه مرتبه زيه وزي كل الناس اللي بتشتغل، لكن عمره ما قال انا عايز ايه. ثابت البطل من حبه للنادي، الله يرحمه توفى جوه الملعب. اليوم ماتش مباراه اهلي وزمالك، كان قاعد ومغطي نفسه ببطانيه كده علشان ده اخر قبل ما يتوفى بيومين او بيوم. الناس اللي زي دي ما تتنسيش، الناس اللي زي دي لازم تبقى قدوه للي جاي. فانا بشكر ثابت البطل في صورة زوجته وأولاده وأحفاده، ربنا يبارك فيهم كلهم. يعني رحمة الله على أحد النماذج التي أتفق مع كابتن محمود الخطيب لا تتكرر كثيرا. عندما أنت قلت الرجولة والجدعنة والإخلاص، متفقين ثابت البطل يترجم كل هذه المعاني وأيضا يترجم القيمة الفنية. ما هو كان فاز برضه، مش عايزين نختصر الليلة في الرجولة والجدعنة والإخلاص، لا، كان لاعبا فذا. كان فذا كلاعب وكان رائعا كإداري. ابتدى وينج رايت. وينج رايت كان رائعا كلاعب، فذا كحارس، وإداريا نابها. كابتن ثابت البطل وحشنا صوته، حبينا نسمعه. النهارده اللي عايز اقوله، عمر الكرة في مصر ما وقفت على حد، ودايما الافراد زائلون والنادي هو الاهلي هو اللي باقي، لان لازم الناس تعرف وجماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي خيره على اي حد وعلى اكبر حد من النادي الاهلي، من اول رئيس النادي لاصغر واحد في النادي الاهلي. لازم الناس دي تفهم. واهم حاجه مش شعارات، مش شعارات ونقعد ننادي بالشعارات ان احنا بنحب النادي الاهلي. لا، كل اللي لعب في النادي الاهلي في الناس دي لعبوا بمقابل، بمقابل. في كلام احلى من كده؟ ابدا. اصدق من كده؟ ابدا. اكثر مباشره من كده؟ ابدا. احلى حاجه نختم بيها. شوفوا الكابتن ثابت، الف رحمه ونور عليه. كلنا زائلون ويبقى الاهلي. هكذا احب ثابت البطل الاهلي بصدق، وهكذا احتفظ ثابت البطل بسمات الشخص الصادق مع نفسه الرجولي في كل ادائه. عشان كده استحق بعد 19 عاما على رحيله أن يكون في قلوب كل الأهلوية ثابتا وراسخا. ألف رحمة ونور على ثابت البطل وعلى كل المخلصين. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.